وخلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد رئيس الوزراء ومرافقه مصنع سيراج فيلر لإنتاج أجهزة الإضاءة ضمن النطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية. وخلال زيارته للمصنع، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع العاملين بالمصنع واستعرض بعض منتجات المصنع وتفقد خطوط الإنتاج، واستمع كذلك إلى شرح مختصر عن دورة الدهان الحديث بنظام النانو سيراميك وأهم الاختبارات التي يتم تنفيذها بمعامل المصنع للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية.